السلام عليكم حبايبي، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير، نتمنى تكونوا بافضل الاحوال ان شاء الله. نهار جديد مع فيديو جديد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رسول الله واصحابه اجمعين يا رب. اليوم كنا في عند الاخت ديالي، كما كتلاحظوا الفيديو اللي كنت حطيت قبل من هذا كنت عند الاخت ديالي اللي في فاس، ودابا جينا انا وياها والزوج ديالها وليدها لعند اختي الكبيره اللي في الواتا، عندهم الزيتون وجينا نزوروها ونشوفوا الطبيعه، وعندهم الشتاء والبرد. ايوا بغيت نشارك معكم هاد اللحظه هادي وهاد الاجواء، ودابا راه حنا غاديين راهم في الزيتون وبغيت نمشي عندهم انا والابن ديال اختي الصغيور، او غادي نشارك معكم كاع داكشي. اللي اول مره كيشوف القناه ديالي حاولي يشترك معايا، اهلا وسهلا به. شكرا للناس القدام والناس الجداد، حتى هما اللي عاد اللي عاد نضموا للقناة ديالي، اهلا وسهلا بهم، نتمنى تعجبهم يا ربي. كما كتلاحظوا انا داكشي اللي درت كنشاركو معكم شي حاجة بسيطة، ودابا غادي نمشيو نشوفو فين راه الاخت ديالي وليداتها، فين كيجمعوا الزيتون. راني غادية لعندهم وغنشارك معكم كاع اللقطات اللي داز في الزيتون وكيفاش كيصايبوا الزيتون. وهنا يعني شاركت معكم حتى العشاء، يلا كنا جينا لعندهم داروا لنا كسكسو بالزبيب والحمص والدجاج. بصراحة العائلة ما كاينش بحالها. المهم داكشي اللي درت راك غنشاركو معكم ان شاء الله، حيت كما كنقول لكم ديما راه كنحسبكم نتوما دابا عائلتي وصحابي وخوتي، وفيكم فيكم كلشي. مني كنهضر معكم كنحس بواحد الراحه بحال اللي كنخوي ديك داكشي اللي عندي. المهم انا شاركت معكم كاع شي وديالنا هنا، اللحم والبرقوق ما صورتش اللقطات وكيفاش وجدنا، حيت ديجا يعني دايره هاد الحويجات هادو، دايره فيديو عليه اللي بغى يدخل يقلب على اللحم والبرقوق، راني داير على الكسكسو راني دايره. داكشي علاش بغيت غير نشارك معكم الاجواء ديال العائله. هذا مكان نتمنى دعموني وتزيدوا تشجعوني يا ربي، وشكرا بزاف 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 للناس اللي ديما يعني واقفين معايا ومشجعيني، اللي خداكم عليا، وكنعتذر على هذا الصوت لان ضربني البرد هنا، واحد البرد اللي بلا قياس، البرد والشتا ما خلاهمش كاع يجمعوا الزيتون، لكن الحمد لله الله يعطيها لنا على قد النفع، الشتا مزيانه مع غير الخير. كما كتلاحظوا ها هنا غاديه دابا لعندهم، حيت غير قرابين حد الدار ماشي بعادين، اني وصلت قريبه ليهم. او خليكم معايا.
جبتي من الزيتون باش نمر. هذا البارح تقينا هيك هنا اخوتي الزيتون اللي جبنا دابا راه حنا كان يعني كاين ديال الدقان ديال الشقان هذاك الاحمر كنديروه كنشقوه والاخر اللي بيض كندقوه نوريكم كيفاش كنوجدوا الزيتون ديالنا كيجي غزال البنات هذاك الاحمر كيوجد ان شاء الله وغادي نوريكم الطريقه نوريكم كيفاش جا الطريقه هي هذه يعني كتختاري الزيتونه وكتشقيها من كل الجوانب ديالها وكتحطيها في الماء هذا ما كان كتبقى تبدلي الماء وحتى كيوجد الزيتون وهذا الشيء اللي كان المهم خليكم معايا الاجواء اللي رحنا فيها احنا والعائله